آية من أعظم الآيات، حتى قال عنها ابن القيم بعدما حللها وبين ما فيها بيانا طويلا، قال: ومن لم ينفق بعد أن يفهم هذه الآية فليتهم إيمانه، يراجع نفسه، يراجع صلته بالله، يراجع يقينه بالله. أتدرون ما هي؟ يقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يا أخوان الكرام، آية يعني يسيرة، آية واحدة، دعونا نقف معها كلمة كلمة. أولا يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي. هذا الأسلوب أيها الأخوة الكرام هو لشحذ الهمم، لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، الذي يستقرضك هو ربك الذي خلقك، ربك، ربنا يستقرضنا سبحانه وتعالى وهو الغني، هو الذي أعطانا المال، هو الذي علمنا كيف نجمع المال، هو الذي أعطانا الصحة والقدرة والعقل والتدبير والإدارة، هو الذي أعطانا ذلك وهو الذي يستقرضنا، والله إنه لفضل عظيم. من يتردد يا جماعة بعد ذلك؟ من ذا الذي يقرض الله؟ ثم ذكر اسمه العظيم الله. يقول بعض المفسرين: إذا ذكر لفظ الجلالة الله فهو لتربية المهابة في النفوس. ولعل بعضكم يتتبع مواضع ذكر لفظ الجلالة الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لاحظوا معي أيها الأخوة الكرام في ذكر القرض دون أي صفة أخرى. لماذا؟ لأن القرض بالذات عائد إليك، لكن الهبة والعطية والإنفاق لا يرجع إليك، يرجع هناك فضل من الله سبحانه وتعالى، نعم، لكن القرض تعطي الإنسان وتكسب فيه فضلا معه ومالك سيعود إليك، خصوصا إذا كان المستقرض مليئا وأمينا ومعروفا بالوفاء، فما بالك إذا كان المستقرض هو رب العالمين؟ سيأتيك مالك وسيأتيك أضعافه، فماذا طلب الله منا في هذا القرض أيها الفضلاء؟ طلب منا سبحانه وتعالى شيئا يسيرا. لاحظوا معي: من ذا الذي يقرض الله قرضا بصفة الواحدية، الواحد، ولم يقل قرضين ولا ثلاثة ولا قروضا، قرض، قرضا صفته حسنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذن ذكر بلفظ الواحد وجاءت معه صفة واحدة. وما هو القرض الحسن؟ هو الذي فيه ثلاثة أشياء: أن يكون من طيب مالك، من حلالك، من حلال وليس من حرام، تخرجه طيبة به نفسك، لا يتبعه من ولا أذى. ليست هذه الأمور صعبة يا جماعة، يعني ما أسهل ما طلب الله منا وما أعظم ما أعطانا في المقابل. طلب منا قرضا واحدا صفته الوحيدة أن يكون حسنا. طيب في المقابل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب وتقتضي سرعة ما بعدها مترتبا على ما قبلها. فإذا أقرض الإنسان ربه سبحانه وتعالى قرضا حسنا من طيب ماله، طيبة به نفسه، لا يتبعه من ولا أذى، فليبشر بالخلف السريع. أنا والله متأكد في هذا الجمع الكبير الآن أنهم يحملون عشرات القصص من الخلف السريع الكثير، سمعناه من كثير من الناس. والله أيها الأخوة الكرام، بعضهم أنه في اليوم نفسه يأتي الخلف، وبعضهم بعد أيام، وبعضهم يأتيه في لحظة حاجة لا يدري ما هو فاعل فيها. فلنتاجر مع الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الواحد يتردد ويحاول وينظر ويقدم ويؤخر لنثق بموعود الله. الشيطان هو الذي يعيدنا الفقر، لكن الله يعيدنا مغفرة، فضل، مضاعفة، فبأي الوعدين يثق المؤمن؟
لا شك بوعد الله سبحانه، لا شك أنه يثق بوعد الله. هنا أيها الأخوة الكرام قال فيضاعفه، ثم جاء ذكر المضاعفة فيه مجموعة من الدلالات. الدلالة الأولى أنه جاء بالفعل المضارع فيضاعفه، والفعل المضارع أيها الأخوة الكرام يدل على التجدد والاستمرار، إذن هذه فيه مضاعفة مستمرة ومتجددة، هذه واحدة. اثنين، ذكر المضاعفة نفسها، أي ذكر للضعف معناه أنه كثر الشيء مرة ثانية، مرتين يعني، فكيف إذا قال فيضاعفه له، أي هذه المضاعفة لك لأجل هذا العمل الذي عملته، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا عملنا هذا ليس بشيء أمام فضل الله سبحانه وتعالى، فنحن أنفقنا من مال الله. يعني خلونا نقرب الصورة أيضا بشكل آخر، لو أن تاجر من التجار أعطاك 100 مليون، 100 مليون، قال خذ فلان منا خذ هذا المبلغ، أنت تصدق على الناس ولا تذكرني أنا، أنت الآن تتصدق بمال غيرك، ما عليك شيء ولا عليك نقص في مالك، والفضل لك، الثناء لك، فلاحظ كيف تنفق. المفروض يعني ثقتنا بالله أعظم من هذا، المال مال الله، ولا يعطينا الله الخلف، وثناء الناس لا تبحث عنه لكنه سيأتي، لأن الكريم أيها الأخوة الكرام الشهم والكريم والجواد مثنى عليه. هنا قال الله عز وجل فيضاعفه له أضعافا كثيرة، لاحظوا معي كلمة يضاعف ذكرت مرة ثم ذكرت مرة ثانية، ولكن هذه المرة بلفظ الجمع، إذن الضعف هذا مضمون، والله يقول لا أضعاف وليس ضعفا واحدا. وهذه الأضعاف وصفها الله بالكثيرة، كلمة كثيرة أو لفظ كثير أو لفظ قليل يتحدد حسب الواصف. فلو أن إنسانا فقيرا حالته ضعيفة قال لآخر سأعطيك مالا كثيرا، نحن سنحدد هذا المبلغ بشيء معين. طيب لو أن تاجرا كبيرا قال لفلان من الناس سأعطيك مالا كثيرا، هل ستكون كثيرا هذه التي من التاجر مثل كثيرا هذه التي من الفقير؟ أبدا لن تكون مثلها، ولأن كل منهم يتحدث عن نفسه ومقدار ما يملك، فما بالك إذا كان الواصف بالكثرة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، شيء يعني فوق الوصف، لا وأضعاف وكثيرة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. بعد ذلك قال والله يقبض ويبسط، قدم القبض على البسط، القبض يعني ذهاب المال أو بعضه أو خسارته. لماذا؟ لأن التاجر في موضع التجارة وفي موضع الكسب وحب المال يخاف من النقص أكثر من حرصه على الزيادة، ولذلك يقولون دائما رأس المال ربح، يعني لو ما الصفقة هذه ما ربحت فيها شيء بس رأس المال بقي ما في إشكال، المشكلة لو خسرت. ولذلك الله عز وجل حفزهم بخوف النقص، فكأنه يقول لهم الذي لا يفعل ذلك فليخف من أن الله يحيط بماله أو ينقصه، والله يقبض ويبسط يعطي سبحانه وتعالى وإليه ترجعون. هذه الآية أيها الأخوة الكرام لنفكر بها،